انا توصلت للبوان ياسر مزيان، حبيت نوريكم شو معايا. اهم حاجه في الكامبينغ سولو انك تعرف روحك فين ماشي، شنو هو نوعيه التيران اللي باش تمشي فيه، باش يكون فما برشا حجر، باش تكون فما برشا طبعه. ثاني حاجه في الكامبينغ سولو يلزمك يكون عندك كل شيء، ماكلتك، الطونط نتاعك، ساك دو كوشاج، ضو، فما الضو اللي باش تحطه في الطونط نتاعك باش تضوي لك الطونط، وفما الضو الاخر الفرونتال اللي باش يخليك كي تستعمل حاجه ولا تتحرك ولا كذا ديما تشوف قدامك من غير ما تقعد شاد اون تورش في يدك.